عندك بقى هوس زي كل الستات باللبس وبال بالمكياج وبالالماز والذهب والشعر و... عندك هوس زي البنات كلها؟ اه لا بحب الحاجات دي من وانا صغيره يعني، والموضه واللبس. اه ممكن ساعات على حسب المود، ساعات انا عايزه ابقى طبيعيه قوي وانزل والبس حاجه فيري سيمبل وكده. بحب حتى اتفرج على حاجات، بحب ابقى متابعه، بحب ليا ذوق معين يعني. الحمد لله يعني بيتقال ان انا ذوقي كويس، بحس انه دي حاجه حلوه وفيها فن برضه يعني. اختيار اللبس مع اللوك كله على بعضه، ان انا افكر حتى في ادواري، بفكر اغير فاعمل ايه عشان اغير، لان انت اللبس نفسه بيديك اتيتيود يعني، بيديك كده طريقه، بيديك شكل للشخصيه، شكل للشخصيه. فده مهم جدا كشخصيه. كأنا بقى في حياتي بحب اللبس. مين من مصممي الازياء بتحب تشتغلي معاه دايما؟ كذا حد، انا بشتغل مع كذا حد وبحب اكتشف دايما حتى ناس جديده لو عندهم تالنت وعندهم موهبه. او تخافيش يعني ممكن تاخد ريسك انه يعمل لك فستان؟ يعني انا في ناس بتعامل معاهم كتير، في طبعا مصممين كبار يعني اسامي كبيره، فببقى مبسوطه جدا لما بلبس من عندهم يعني. لسه عامله فوتوشوت كنت بصوره وكان زهير مراد الفساتين، فكنت مستمتعه لان انا ده من بشوفه من اعظم المصممين الموجودين دلوقتي، وإلي صعب طبعا. بس انا بتعامل كتعاملي، بحب كمان يبقى فيه راحه نفسيه بيني وبين المصمم. لما ببص لنفسك في المرايه اخر سنتين، ايه اللي اتغير في دورها؟ انا ما بتغيرش كتير، انا شخصيتي هي يعني. لا ممكن حاجة للاحسن، انت شايف ان حاجه للاحسن اتغيرت فيكي؟ ما اعرفش الاحسن ولا الاسوء، بس في حاجات ممكن، بس مش في شخصيتي قوي، بس في طريقه تفكيري، ممكن طريقه تعاملك مع الناس، طريقه تعاملي شويه. علمتي حاجات ان انت ما تغلطيش تاني مع حد، ان انا ما ايه، ما تغلطيش تاني في التعامل مع حد مثلا. بس ساعات ما بيبقاش غلط، بيبقى انا بالعكس يعني، بيبقى الصح ان انت يعني تتعامل مع كل الناس كويس، واللي هو الواحد يحط في دماغه الحياه مش مستاهله نعمل عداوات ولا ندخل في مشاكل ولا اي حاجه، فيبعد عن كل الحاجات السلبيه عشان ما تاثرش عليه، ويبعد عن الناس كمان السلبيه في حياته قدر الامكان. بس احنا صعب انك تتعلم يعني، ساعات لازم يعني طول ما انت عايش دايما بتتعلم يعني، عمرك ما تقول خلاص انا اتعلمت وانا دلوقتي عارف كل حاجة وعارفة أتعامل في كل حاجة. بس في حاجات إن أنا بتعامل في حاجات بهدوء أكتر كده، بس أنا بالعكس كل ما بزيد وبكبر كل ما ببقى عايزة أبقى على طبيعتي أكتر، كل مش عايزة جوايا شخصيتي أنا الحقيقية اللي هي الدرة من وأنا صغيرة، مش عايزة دي تروح.